حياكم الله مشاهدينا واهلا وسهلا ومرحبا فيكم جميعا في البطولة العربية للمويتاي. ولله الحمد البطولة هذه لاقت نجاح كبير حيث ان العديد من الدول الشقيقة مشاركين فيها. كل الشكر لاتحاد الامارات للمويتاي والكيك بوكسينج على قيامهم في هذه البطولة. والهدف من هذه البطولة ليس الفوز ولا الخسارة بل الاحتكاك واكتساب الخبرات. شكرا لكم جميعا وشكرا لاتحاد المويتاي والكيك بوكسينج مرة ثانية على هذه البطولة.